أهلا بكم في النشرة الاقتصادية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر. تنظم جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بشراكة استراتيجية مع تمكين المؤتمر والمعرض الدولي لمنظمات التدريب 45 أواخر شهر مارس المقبل. وقال رئيس الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب محمد الشيخ أن أهمية المؤتمر تكمن في كونه منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين كافة صناع القرار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية باعتباره الاستثمار الأهم لأي مؤسسة وشركة. وسيتطرق المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الآليات الحديثة في عالم التدريب واستعراض قصص نجاح مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية. هذا المؤتمر مؤتمر عالمي، وتمكين داعم للمؤتمر وتمكين داعم لكل مبادرات التدريب في القطاعات المختلفة. والتدريب البحرينيين يصب يعني في أهدافنا الرئيسية لجعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في القطاع الخاص، وضمن بمبادرات عديدة في جانب التدريب وتوظيف البحرينيين للقطاع الخاص. ونهدف من هذا العمل أن يكون القطاع الخاص هو المحرك للنمو الاقتصادي لمملكة البحرين. أقامت شركة خليج البحرين للتطوير منتدى خليج البحرين للأعمال لعام 2016 بحضور نخبة من المستثمرين والمساهمين في مشروع خليج البحرين، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين الممثلين عن عدة قطاعات اقتصادية. وقد شكل المنتدى فرصة للحضور في التعرف على كافة المشروعات التطويرية والفرص الاستثمارية المتاحة لهم في مشروع خليج البحرين، والذي تمكن من استقطاب عدد من أبرز الشركات والمطورين العالميين الذين سارعوا للاستفادة من فرص الأعمال الحقيقية بالمشروع. كما وفر المنتدى منصة مثالية لبناء علاقات تجارية جديدة وتقوية الشركات بين المستثمرين وإيصال الرؤية الاقتصادية والاستثمارية التي يستند عليها مشروع خليج البحرين. مشروع خليج البحرين يحتفل بمرور 10 سنوات على إنجازه، ومثل ما شفتوا اليوم في العرض المتكامل للمشروع الحمد لله أنجزنا 85% من المشروع، بالإضافة إلى كل 100% من كل البنى التحتية، من تبريد، من كهرباء، من مجاري. فالأمور كلها الحمد لله ماشية حسب الخطة، وإحنا فخورين اليوم بالحضور الكبير في المؤتمر بالاحتفال على مرور 10 سنوات على مشروع خليج البحرين، بالإضافة احتفال إلى بيع 85% من المشروع تقريبا. فالإضافة اللي بتضيفها مشروع خليج البحرين حق اقتصاد البحرين إضافة كبيرة.